ألف سردة وسردة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هردبشت. إلك ولا لديك؟ إلك ولا لديب معلم؟ خسد ديك أمور معلم؟ ما يأمر عليك ظالم، بس بدي أعزبك معي شوي. معك رقم أبو أحمد؟ إيه تكرم عينك، سواني خليك معي. ما فيني معلم، ما معي وحدات. طلع الرقم وحاكيني. من عيوني سلام تعيو وخلصت الوحدات. صباح الخير، كيفك؟ شو أخبارك؟ وكيف الأهل؟ إن شاء الله بخير. دخلك ولو بدي أسأل عليك شوي. معك رقم محمود؟ شكرا شكرا، على راسي، مع السلامة. ابقى خلينا نشوفك. ها ألو، كيفك يا عفريت؟ ولك وينك ما عم تبين؟ كبرت الباذنجاني؟ ها لا عم تسأل ولا عم تبين؟ يقول في لك صحاب، في لك أهل. ولك على سيرة الأهل والصحاب، معك رقم عبودة؟ بالله ما معك إياه. خير، ليش ما عم تشوفه؟ ليكون في شي؟ طيب ماشي، بس دخيلك فيك تأمن لي إياه؟ حاكم ما بعرف حدا غيرك بيعرفه. طيب ناطرك، لا تأخذني مشان الله. ألو مرحبا، بعد زمان ما عاد سمعنا صوتك يا زلمة. شو الأخبار؟ شو أخبار الشباب؟ مين عم تشوف؟ مين ما عم تشوف؟ دخلك عم تشوفه للكلب أو بسمرة؟ إيه هات رقمه، والله جاي على بالي عايد عليه. مساء الخير أستاذ، ينعاد عليك إن شاء الله. على فكرة أنا من أشد معجبينك. قلت لحالي لعايد عليك وعلى الأستاذ خالد تاجة لأني معجب فيه هو كمان. دخلك معك رقمه؟ رقم الأستاذ خالد؟ إيه ما بقول له إنك أنت اللي أعطيتني إياه. ألو، كل عام وأنت بخير يا ملك. كنا بسيرتك من شوي أنا والشباب، سمعوا برهوم وزكور، قلنا بندق لك وبنعايد عليك. كل عام وأنت بخير إن شاء الله. إن شاء الله مالك مشغول. مشغول؟ إيه إذا هيك لا تأخذنا، برجع بتصل فيك بوقت تاني. بس إذا في مجال معك رقم طلال؟ إيه أعطينا إياه على السريع مشان ما أشغلك. هاي كيفك؟ شو الأخبار؟ كنت مسافرة والله، قلت لحالي لحاكيك. ما صار لي يومين جاي ومضيعة دفتر تليفوناتي وموبايلي، دخلت 7 دوخات لحتى جبت رقمك. بس كأنه مو نفس رقمك القديم، حاسستك مغيره. بالله نفسه، ما بعرف ليش حسيته رقم غير رقم. هداك الرقم كان فيه ستات، بس هاد ما فيه ستات، ولا أنا غلطانة؟ شو مشغول ولا فاضي؟ بشوفك بهاليومين إن شاء الله. بس دخيل عينك كان بدي رقم غزوان، معك يا شي؟ مو قلت لك مضيعة موبايلي ودفتر تليفوناتي؟ ألو، أهلين ماما. خير، شو بدك؟ عفواً والله أخذني الحديث. إيه شو أخبارك أمي؟ منيحة، شو أمريني ماما؟ جيب ورقة وقلم؟ ليش؟ بدك تعطيني أرقام إخواتي؟ ليش؟ مشان تعايد عليهم؟ لأنه بكل عيد هن اللي بيعايدوا عليك، وأنت مثل الأجدب، حتى أرقامهم ما عندك إياها. قال شو؟ ما في محل بالموبايل. جبت الورقة والقلم؟ إيه سجل عندك وخبرهم وحدة وحدة، واحد واحد، مفهوم؟ حاضر مفهوم، سجلتهم وغيره. سلامتك يا ابني، مع السلامة. نسيت إلك كل عام وأنت بخير، وأنت بألف خير يا أمي، بألف خير. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.